استعدادا للانطلاق فتحت البوابات واندفعت فئة الانتاج عمر السنتين التي لم تربح على مسافة 1200 متر. وكما تشاهدون الآن الانطلاقة من الخارج الآن لرقم 16 فاز في المركز الأول، المركز الثاني لرقم 15 الأصيف، وكذلك المطاردة تأتي للخفوق في هذه اللحظات مع دخول أشاهده في هذه اللحظات أيضا لرقم 4 سويسرا في محاولة للتقدم. الآن خط في المركز الأول للأصيف، المركز الثاني لرقم 16 فاز في هذه اللحظات مع محاولات أيضا لبقية الجياد. رقم 13 كذلك رحيب يأتي إلى المركز الثالث في هذه اللحظة مع تقدم الآن لرقم 15 لصيف، وكذلك رقم 16 فاز من الخارج. الآن نشاهد الدخول لمثعي إلى المركز الأول مع المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم مثعي إلى المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله مع محاولات المحافظة من لصيف من الداخل ومن الخارج. لثعي يحاول في هذه اللحظات، لصيف في هذه اللحظة رقم 15 يحافظ على التقدم والصدارة حتى النهاية في هذه اللحظات. لصيف ما شاء الله تبارك الله إلى المركز الأول محافظة مع روبرتو بيريز في هذا الشوط، والمركز الأول للصيف من المشاركة.